جدليات الخلود والفناء Arguments for and against immortality. تحت الرؤية المادية للهوية الشخصية، الفرد ما هو إلا المادة الفيزيائية اللي بيتكون منها، وبالتبعية ما بعد الموت قد يكون جائز فقط في حالة إن النفس المادة اللي تكون منها الفرد بنفس تركيبها وتكوينها تم إعادة بنائها مرة أخرى، أو إن العمليات العقلية للمخ تم نقلها بطريقة ما لوسط آخر غير قابل للفناء وقادر على القيام بنفس الوظائف الحيوية اللي بيقوم بيها الجسد البشري البيولوجي طبقا للنظرية الوظائفية. أما تحت الرؤية المثنوية، تجربة ما بعد الموت من الممكن أن تنطوي إما على تجسيد جديد للهوية الشخصية أو عدم تجسيد جديد للوجود حسب المدرسة الدينية اللي بتطرح الإدعاء. وتحت رؤية الوحدانية ورؤية اللاذات، عادة فكرة التناسخ والكارما ما بتكون الطرح اللي بيفسر ما بعد الموت. العملية اللي بيمر فيها الفرد بمجموعة من التغيرات والتحولات الجسدية الجذرية في كتير من الأحيان يعاد فيها بعثه من جديد في حيوات متتابعة. إذن في كل الرؤى السابقة للهوية الشخصية يبدو أن هناك طرح ما لصورة وجودية فيها فكرة خلود immortality للهوية الشخصية أمر جائز. في الحقيقة في عدد من الحوج والجدليات طرح لدعم فكرة الخلود. أهم الجدليات هي تجارب الاقتراب من الموت Near Death Experiences أو اختصاراً NDEs اللي جدلاً مر بيها ملايين البشر في مختلف الأزمنة والأمكنة. الفيلسوف الطبيب وعالم النفس الأمريكي المعاصر ريموند مودي في كتابه الممتع حياة بعد الحياة، التحقيق في ظاهرة البقاء على قيد الحياة بعد الموت الجسدي Life After Life The Investigation of a Phenomenon Survival of Bodily Death اللي نشره سنة 1975 رصد حلل ودرس أكتر من 100 حالة المرضى مروا فيها بموت إكلينيكي Clinical Death ثم عادوا للحياة مرة أخرى. واللاهوتي المسيحي والفيلسوف الأمريكي جاري هابرماس واللاهوتي المسيحي والفيلسوف الأمريكي جيمس مورلاند في كتابهم ما وراء الموت استكشاف أدلة الخلود Beyond Death Exploring the Evidence for Immortality اللي نشروه سنة 1998 قدموا عدد كبير من حالات تجارب الاقتراب من الموت الموثقة ووظفوها كدليل على فكرة خلود الهوية الشخصية بالتحديد في إطار مسيحي كاثوليكي. لكن في الحقيقة تجارب الاقتراب من الموت نمط من الأحداث شائع ومنتشر في لحظات الإنسان الأخيرة وبيشتملوا على تشكيلة كبيرة من الأحاسيس زي الخوف، السكون والصفاء النفسي، الإحساس بوهج وضوء قوي، السفر عبر نفق، ازدياد الوعي الروحي، الإحساس بالخروج عن الجسم ومراقبته من الخارج، والالتقاء بأشخاص آخرين وكائنات خارجة عن الطبيعة زي الملائكة، الأنبياء، القديسين وأحياناً الله نفسه. المدهش في الأمر أن تقريباً كل الأفراد اللي مروا بتجربة الاقتراب من الموت استنبطوا منها أن هناك حياة بعد الموت بناءً على اللي أحسوا بيه أو شافوه. بكل تأكيد التجارب دي من الجائز جداً أنها تكون مجرد أوهام، خداع أو هلوسة عقلية بيصورها لنا المخ البشري، وتشابهها راجع لتشابه تركيب وآلية عمل المخ البشري. على أي حال التجارب دي عادة ما بتشترك في ثلاث عوامل رئيسية: واحد عامة وكونية بيمر بيها أشخاص من مختلف الأعمار الجنسيات الثقافات والأديان، اثنين لها خواص متشابهة جدا، ثلاثة عادة ما بتحتوي على معلومات محددة جدا غير متاحة للفرد أثناء حالة موته المؤقتة زي أشياء أو أفراد أو أحداث في الغرفة اللي هو فيها مثلا. في عدد كبير من الجدليات ضد فكرة الخلود. الحجة الأولى هي الإدراك وليد المخ البيولوجي اللي من الممكن صياغتها كالآتي: واحد من أجل أن يكون الإنسان خالد لابد لهوية الفرد أن تنجو من عملية الموت المادي، اثنين أن تكون إنسان بالضرورة ينطوي على قدرتك على الإدراك، ثلاثة كي يكون الفرد مدرك لابد له من امتلاك مخ فيزيائي، أربعة المخ يموت مع موت الجسد، خمسة إذن الهوية الشخصية للفرد تموت مع موت الجسد، ستة إذن الإنسان كائن فاني.
الفرضية الثالثة هي الأهم بالنسبة لنا، وفي عدد كبير من الأدلة اللي بيستخدم لدعم الفرضية، إنه لابد من امتلاك مخ كي يصبح الإنسان قادر على الإدراك. زي ما شفنا قبل كده، المخدرات، الكحوليات وأمراض المخ بتأثر على قدرة الفرد العقلية وإدراكه، اللي بيقدم دليل عملي قوي على إن نشاط المخ والإدراك بيعتمدوا على المخ، أو قد يكون متطابقين مع المخ نفسه. بنفس الصورة، أي عطل في المخ بيأثر بشكل كبير على قدرة الفرد على الإدراك، بل على قدرته العقلية بشكل عام. ده بالإضافة لأن في عدد كبير من القدرات العقلية من الممكن ربطها مباشرة بمناطق معينة في المخ. على سبيل المثال، قشرة الفص الجبهي prefrontal cortex في المخ مسؤولة بشكل مباشر عن قدرات الفرد الإدراكية consciousness، التفكير thinking، التعلم learning، والتخيل imagination. مجموعة الحقائق دي مجتمعة وغيرها بتدعم بقوة فكرة إن علشان الفرد يكون مدرك لابد له من مخ فيزيائي صحي على قيد الحياة. وبما إن الجثث بتفتقد لمخ صحي حي، إذن لا يوجد وعي بعد الموت. أحد أهم الردود المهمة على الحجة دي إن وجود مخ فيزيائي صحي على قيد الحياة شرط كافي sufficient للإدراك، إلا إنه ليس شرط ضروري necessary. على سبيل المثال، الفيلسوف الإنجليزي ريتشارد سواينبيرن في كتابه تطور الروح The Evolution of the Soul اللي نشره سنة 1986 جادل إن الروح بتستمر في الوجود في حالة من الإدراك حتى بعد موت الجسم. رد آخر على الحجة بيتفق مع فكرة إن الإدراك بيتطلب مخ صحي على قيد الحياة، وإن الإدراك قد يموت أيضا مع موت المخ الفيزيائي، إلا إذا أعطى الموجود الأعلى الموتى حاوية جديدة لهذا الإدراك. وعند البعث، الله سوف يعطي البشر جسد جديد لاستكمال إدراكهم في رحلة ما بعد الموت كما في المعتقدات الدينية الإبراهيمية. الحجة الثانية على الفناء هي حجة الهوية الشخصية personal identity، واللي بتقول إن لو الأرواح بتستمر في الوجود في حالة لا جسدية بعد الموت، إذن ما هو الشيء اللي حيميز تلك الأرواح ككائنات مميزة مستقلة؟ أنا مثلا أقدر أميز صديقي محمد ككائن مميز مستقل بالإشارة إليه، أو بوصف سماته الظاهرية أو تصرفاته أو سماته الشخصية إلى آخره. لكن لو محمد ملوش جسم مادي وفي حالة لا جسدية، إزاي من الممكن أعرفه أو أحدده؟ إزاي مثلا أقدر أميزه عن كائنات أخرى زي محمود أو مصطفى؟ إيه الشيء اللي بيجعله نفس الفرد المميز المستقل اللي كان في حالته الجسدية؟ أحد الردود قد يكون بالدعاء إن حتى لو كان من غير الممكن تفريق أو تمييز روح من أخرى، لا يتبع هذا بالضرورة إن الأرواح اللاجسدية دي ملهاش وجود. بصورة فلسفية، في حين إنه قد يكون هناك مشكلة معرفية أباستمت، هذا لا يعني أن يتبعه بالضرورة وجود مشكلة وجودية ontological. علاوة على كده، بما إن العديد من الموحدين يؤمنون بأن الخلود سوف يتم بالبعث في صورة جسدية جديدة، فيمكن أن يكون الجسم المبعث سيشكل معيار لإعادة تحديد الهوية بعد الموت، في حين أن الروح غير المادية ستشكل معيار البقاء. الحجة الأخيرة على الفناء اللي هقدمها لك مشتقة من فكرة البؤس الأبدي Eternal Misery. الحجة كالآتي: بفرض وجود موجود أعلى كامل الكمال، المحبة، المعرفة والحكمة، استمرارية الوجود بعد الموت يبدو إنها أمر غير مرغوب فيه. في الواقع قد تكون مملة أو شاقة أو حتى في بعض الأحيان مروعة. الفيلسوفة الكندية جريس جانتزن في ورقة بحثية بعنوان هل نحن بحاجة إلى الخلود؟ Do we need immortality؟ نشرتها سنة 1984 قالت جنة من المسرات الحسية ستصبح مملة على المدى البعيد، ستكون بلا جدوى وغير مجدية تماما. أو بصورة أبسط، الحياة الأبدية قد تكون مملة بلا هدف وغير مشبعة. الجنة المتصورة قد تكون جحيم أبدي. وبتضيف إن المتعة الحسية الأبدية لن تكون مجدية لنا، وبتتسائل إيه يا ترى صورة الحياة الأبدية اللي من الممكن تكون ممتعة للبشر؟ إيه هو الشيء اللي من الممكن أن نرغبه إلى الأبد؟ قد تكون لا هناك إجابة،
ربما حتى لو أعطانا الله روح في حياتنا بعد الموت لابد لها من نهاية أيضا، وإلا ستكون بائسة للغاية. الفيلسوف الأمريكي المعاصر تشارلز تيلافيرو رد على جانتزين في مقال نشره سنة 1990 بنفس العنوان، وجادل إن هناك فرق بين الخير المحدود وقتيا Time Enclosed Good اللي عرفه على إنه أي مشروع، كائن، شيء، حدث، حالة أو عملية خيرة لكن قيمة خيرها غير مستمرة لأنها مؤقتة محدودة في المدى، مثلا الخير والسعادة المتحققة من أكل وجبة طيبة، والخير الغير محدود وقتيا Non-Time Enclosed Good اللي عرفه على إنه أي مشروع، حدث، حالة أو عملية خيرة وقيمة خيرها لن يضيع إذا كانت محدودة زمنيا. وادعى إن علشان الحياة بعد الموت تكون فعلا سعادة وخير مطلق لا يمكن أن تحتوي على خير محدود زمنيا، لكن لا يوجد لدينا سبب في الاعتقاد إن الحياة بعد الموت هتحتوي على تشكيلة لا نهائية من الخير المحدود والغير محدود زمنيا. لو الله كامل المعرفة والقدرة يبدو أنه سيكون قادر على خلق عدد لا نهائي من تلك الخيرات. وبيستمر في الجدال أن لو عندنا اعتقاد أن الله بيحب مخلوقاته إذن لابد أن يكون عندنا سبب مقنع للاقتناع أن الله سيحفظ حياتهم ولن يضيعها، خصوصا أن وجودنا الفردي يحتوي على قيمة غير محدودة بالزمن.